بنجمنا وضيفنا النهارده كابتن اسامه. اهلا بيك كابتن اسامه. قبل ما نروح لماتش الاهلي ومنتخب السويس النهارده واسمع رايك فيه، خليني بس الاول ابدا بالتجديد. خبر طبعا الاعلان عن تجديد للشحات ولرامي ربيعه ولياسر ابراهيم في التوقيت ده، ازاي بتشوفه وتاثير ده على الثلاث لعيبه دول فيما تبقى من مباريات في الموسم؟ كان مهم جدا انه موضوع التجديد ده يتم بسرعه بالنسبه للعيبه اللي انتهت عقودها، عشان الاستقرار اللي انت وصلت له في الفرقه من تحقيق نتائج بطولات، وكل اللعيبه دولت ليهم تاثير كبير داخل الفريق. حسين الشحات واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي، وخاصة الموسم ده تألق بشكل لافت للنظر. في فترة شوية حسين كان بعد عن المستوى، وحتى الجمهور ابتدى ينتقد أو زعلان منه شوية، لأنه طبيعي أنك من لما بيكون في نجم وأنت منتظر منه كتير، لما بيقل في المستوى شوية الناس بتقلق يعني. أسألك حتة كورة؟ الايه؟ هسألك في حتة كورة بالنسبة لحسين، حسين طول عمره بيلعب وينج رايت، يمكن أول سنة يتوظف فيها وينج ليفت مع مستر كولر، هل فكرة إعادة التوظيف أو تحديد ملامح الدور اللي بيلعبه والشكل وطريقة أدائه في الملعب، تحركاته والمساحات اللي اتحرك فيها إزاي وتبادل الأماكن، هل دي ممكن تفرق في الطفرة دي؟ يعني هل القصة فكرة بس تغيير بوزيشن، ولا فكرة كمان ليها علاقة بحسين نفسه؟ لا، وحالة التيم ككل برضه. يعني الاساس حسين نفسه. الاساس حسين نفسه. طبعا. حسين نفس مستر كولر اول ما جه تقريبا حسين كان بعيد عن حساباته. يعني انت ما ترجع كان كريم على طول. او طاهر محمد طاهر. والناحيه الثانيه احمد عبد القادر. صحيح. او بيرسي تاو هنا ويبقى احمد عبد القادر. فكان بعيد شويه عن حسابات مستر كولر، وممكن دي تكون خلت حسين يقف مع نفسه وقفه جامده او كبيره، لانه حسين زي ما قلنا نجم، والنادي الاهلي جايبه ومعول عليه كتير، والجمهور بيحبه ويعشقه. كان بعد كتير عن المستوى، فاعتقد ان هو داس على نفسه كبير قوي. ده اول سبب. لانه خلي بالك، مهما المدير الفني بيحاول يغير لك في المكان، بيحاول يديك دوافع، ماشي، بيساعد طبعا، ولكن اساس اللعيب يبقى عايز. اللعيب لو مش عايز، لو دخل في مشاكل ان انا ما بلعبش، طب انا ههمل نفسي، طب انا مش هتدرب كويس، تلاقيك بتتراجع اكتر. لكن الطبيعي انك لما المدير الفني ما بيستعينش بيك، انك يكون عندك شخصيه ويبقى عندك اصرار وتدوس على نفسك وتشوف هو ليه مش بيلعبك، ايه السبب، اذا كنت قعدت معاه مباشر او انت استشفيت من مساعدين او عرفت، او تدوس على نفسك، تجتهد اكتر، تحاول ترجع المستوى اللي انت كنت فيه. فانا اعتقد ده السبب الرئيسي. اكيد مستر كولر برضو ساعده في انه لما ابتدى يلعبه ولقاه كويس ابتدى يعتمد عليه. حسين بيلعب في الجناح اليمين، وقبل ما يجي النادي الاهلي في المقص احيانا كان بيلعب ظهير ايمن. ايوه. واحيانا بيلعب في نص الملعب، لكن هو مستر كولر حطه في الجانب الشمال، هو استعان بيه فترات في الجانب اليمين وكان بيأدي فيها برضه بشكل كويس. ولكن لما تألق وابتدى التشكيل يثبت، بيرسي تاو في ناحيه الجانب اليمين، ف ابتدى يوديه ناحيه ثانيه، ودى حسين الشحات الناحيه الثانيه، وحسين الشحات عمل له انتاج كويس فيها. فدي حاجه كويسه من مستر كولر، انه فكر انه يستعين بالناس اللي بتعمل له فرق في اللعب. خلى بيرسي تاو خلاص بقى مركز في الجانب اليمين، وكل ماتشاته الاخيره تقريبا بيلعب في الجانب اليمين، باستثناء الماتش الاخير لما نزله لعيبه في راس الحربه مكان شريف، دي استثناءات يعني. وحسين بقى ناحيه الشمال مع علي معلول، وعملوا جبهه قويه، وحسين ابتدى يتالق فيها زي ما تالق في الجانب اليمين. فانا بقول ان هو نمره واحد حسين نفسه،
اكيد مستر كولر ساعده انه وجهه في مكان ساعد حسين برضو لما بيدخل من الجنب الشمال، لانه حسين بيلعب بالرجل اليمين، فقليل بتلاقيه عدي من الطرف البره، تملي بيدخل للعمق وسواء بيشتغل وان تو هات او كده وبيركز ويلعب على الجون، قليل لما بيطلع على الطرف زي كره اللي لعبها لبيرسيتاو في الجول الاولاني بتاع الوداد. الوداد كان وصل للطرف خالص ولعبها وساعات بيسقط نص الملعب ويفضي مساحات لعلي يزيد او حمدي يزيد في الحته دي. ما هو ده يعني مستر كولر من شغله ابتدى يخلي الجناحين سواء بيرسيتاو او حسين او اي كان بيلعبوا طاهر عبد القادر اي حد كتير بيدخلوا للعمق عشان يتحركوا قطري ورا شريف او ورا كهربا ويستلموا الكوره، وكمان في نفس الوقت بيعملوا خلخله للمدافعين ويفضوا لهاني عشان يطلع من الطرف اليمين او علي معلول يطلع من ناحيه الشمال. فحسين من الناس المميزه، فتجديد ليه كويس طبعا.